نظمت وزارة الصحة قافلة طبية في قرية الإبراهيمية القبلية بدمياط التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وقال مدير مديرية الصحة بدمياط السيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. احنا موجودين النهارده في قريه الابراهيميه البحريه تابعة لمركز كفر سعد. مركز كفر سعد هو المستهدف ضمن المرحله الاولى من مبادره حياه كريمه، قوافل علاجيه بتقدم للمواطنين خدمه الكشف والعلاج والتحاليل والاشعاعات، طبعا كل ده بيتم بالمجان. قوافل علاجيه من اهم مميزاتها انها بتوصل للمناطق البعيده عن المستشفيات المركزيه بحيث انها تقدم خدمه طبيه متميزه للمواطنين في الاماكن عندهم. احنا النهارده في قريه الابراهيميه البحريه التابعه لمركز كفر سعد بدمياط في القافله العلاجيه. بنقوم في لجنة التقارير الطبية بالقيام مع المريض بتحويله إلى المستشفيات إذا استلزم الأمر بعد الكشف في العيادات المختلفة بالقافلة العلاجية، بحيث أن احنا نقدر نكمل مع المريض لو احتاج إلى قرار نفق الدولة أو بعض الأشعاعات أو بعض التحاليل الغير موجودة بالقافلة والموجودة بالمستشفيات المركزية التابعة لمديرية الصحة بدمياط. احنا بنستطلع رأي المريض عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، بنشوف رأيهم ايه عن الخدمات، الطبيب كشف عليهم كويس، صرف العلاج كله على اكمل وجه، في حاجه كانوا محتاجينها مش لاقيينها، لو في اي مشكله اي حاجه بنقدمها لمنسق القافله بيشوف ايه الحاجه اللي كانت ناقصه ما تقدمتش العلاج، لو في اي حاجه ناقصه او اي حاجه هم بيستكملوها.